كابتن سلاوي، استاذ حضرتك احنا معانا عبر الهاتف عمر طارق لاعب الفريق الاول لكره السله، والحقيقه اللي اتصاب وخضنا عليه جامد الحقيقه في الشوط الاول والثاني. ازيك يا عمر؟ يا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ الف مليون سلامه عليك. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله. عمر طمني، ايه اللي حصل؟ نزلت على رجل لاعب ولا انا بنط نزلت على رجلي، يعني عدت على رجله كلها، يعني ما نزلتش على الارض خالص، فطبعا رجلي لفت الانكل، فبس الحمد لله كنت مربط رجلي، فان شاء الله يعني ما تبقاش جامده ان شاء الله. ما انا كنت لسه هسالك، انت لو مربط الاصابه هتبقى اقل كتير. بسيطه. ما انا بربط على طول كل يوم يعني، فالحمد لله ان شاء الله تبقى خفيفه يعني. طب عمر بامانه يا عمر، يعني احنا كلاعيبه كنا بنحس برجلنا، يعني انا كنت اخد السبين انكل اعرف ده هياخد قد ايه وانا واقع. انت شايف الاصابه، يعني احساسك بانكل رجلك ان شاء الله يعني بسيطه؟ لا ان شاء الله ان شاء الله. ما تطولش يعني ان شاء الله. هي الوقعه كانت جامده بس يعني الحمد لله انا مشيت عليها ودست عليها، فيعني الحمد لله يعني ان شاء الله ما تبقاش جامده. معلش انا بسالك كده لان الجمهور قلقان عليك الحقيقه، وجاي لنا استفسارات كتير على صفحاتنا وعايزين يطمنوا عليك، فالحمد لله انت شايف ان هو يعني مش من سبينات انكل يعني اللي احنا كنا يعني بنبقى قلقانين منها هناك لعيبه. لا 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 ان شاء الله تبقى بسيطه يعني الحمد لله. هي الوقعه بس تخط يعني، لان انا نزلت على رجله كامله يعني ما لمستش الارض خالص فاتخضيت يعني، بس الحمد لله ان شاء الله يعني. الف سلامه يعني عليك يا عمر. طب الجهاز الطبي بدا معاك، هل قال لك هنبتدي ازاي؟ هل هيكون في انا ابتديت من وانا جوه الماتش يعني، ابتدينا كنت حاطط ثلج ودهنادي ابتدينا جلسات يعني على طول دلوقتي بعد الماتش، وبكره الصبح يعني هنكمل ان شاء الله مع الدكتور وهتابع معايا ان شاء الله. ومش هنوصيك يا عمر بقى النهارده ثلج، انت مش صغير وعارف. لا ما انا جردل ثلج واحط رجلي فيه طبعا. طبعا كابتن سلعاوي بيبلغك بيقول لك الف سلامه يا عمر. الله يسلمك يا كابتن سلعاوي، ربنا يخليك. منتظرين منك كتير ان شاء الله، وانت عمود اساسي في فرقه النادي الاهلي، وخضنا عليك لكن ان شاء الله تكون بسيطه، واحنا ياما اتصابنا انا وهيثم الموضوع ده بقى ابسط حاجه. ربنا يقومك بالسلامه ان شاء الله، وتكون قريب معانا ان شاء الله. الف سلامه عليك. الله يسلمك يا كابتن، متشكرين انت دخلت معانا عشان على الاقل نطمن جمهور النادي الاهلي عليك يا عمر. شكرا جزيلا يا حبيبي. والله على سؤالك ربنا يخليك. متشكر يا عمر، متشكر يا حبيبي، الف مليون سلامه عليك. شكرا. الله يسلمك.